انا غادي نديزاكتيفي ليه في شوفوا شايطره شتي شحال ديال الصداع. ايوا عباس الميلودي انا عاود رجعت. كيف ما كتشوف انت ولا انت اللي كتفرجوا الصوت في هذا الفيديو داخل من هذا المايك هذا باش تاكدوا انا كنسمع الروتور ديال صوتي بهذا الكاسك هذا. حتى لهنا كلشي عادي، ولكن الحاجه اللي ماشي عاديه عمليه التسجيل في هذا الفيديو ما خدامش فيها بي سي بشكل نهائي، حيت بكل بساطه الوسيله اللي رابطه لي المايك والكاسك ديالي في هذا الفيديو هذا هي هاد التويشيه. دابا غادي ندوز باش نبين لكم نقاط القوه اللي في هاد التويشيه هادي. راكم باقي ما شفتو والو فريمون، ليتس جو. برودوي باقي عاد خرج هاد النسخه اللي كتشوفوا هي اول نسخه دخلت للمغرب، وهاد البرودوي هذا من شركه ماكي، التسميه ديالو هي دي ال زي كرييتور. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا هو التسجيل ديال البلان راه لايف، هانتوما راه دابا 8 دقائق وانا كنسجل في هاد الفيديو مع المونتاج، راه باش تعرفوا شحال ديال التسجيل. الدور ديال هاد الميكسر بشكل اساسي هو يسهل الخدمه بزاف، والميزه بعدا كاين واعره في هاد البرودو هو انك كتقدر تبرونشي مع اربعه ديال لي مايك، يعني يقدروا يكونوا اربعه ديال الناس كيهضروا في البودكاست دقه واحده وكل واحد الصوت الداخل ديالو من مايك، ويكون عندك كلشي داكشي بتسجيله واحده وداكشي منظم ومقاد، ومن الفوق عندك التحكم ديال انك تحكم في كل مايك وتقاد لكل واحد على حسب صوته وداكشي باش يخرج داكشي واعر الى اخره. هاد البرودو نبقى نقول ليه دي ال زي. اوكي الدي ال زي هادي كيف ما يمكن لك تبرونشيها مع اربعه ديال لي مايك، يمكن لك تبرونشيها بيان سور مع اربعه ديال لي كاسك، يعني اي واحد من الضيوف اللي يكونوا في بودكاست فور اكزامبل يكون عنده الكاسك ديالو باش يسمع الروتور ديال صوته كيفاش داير الى اخره. هاد اللعيبه كتنفع باش الضيف الى مشى تبعد من المايك كيبان ليه الصوت انه تقطع وكيرجع للمايك بحال هكا، فهمتوني. وكاين فيه حتى صورتي ديال لي مونيتور، يعني تقدر تبرونشي معاه لي مونيتور البي فان واللعيبات اللي بغيتي تخدم به لاستخدام اخر اللي يكون برونشي مع البي سي الى اخره. وفي بلاصه ديال اليو اس بي ولا الكارت ميموار باش تقدر تسجل داكشي ديالك كامل، داكشي اللي سجلتيه يقدر تسجل في كارت ميموار ديريكت ولا في اليو اس بي في الكلي يو اس بي. كما دابا انا كنسجل في كلي يو اس بي، يمكن لك تستعمل هاد دي ال زي تستعمل اخر اللي ما عندوش علاقه بهذا الشيء اللي قلت لك. باغ اكزومبل تبرونشي مع البي سي راه في يعني بلاصه اليو اس بي تبرونشي مع البي سي ديالك وتخدم به. بغيتي تسجل مثلا وسط اف اس ستوديو ولا وسط برو توز ولا شي بلان تقدر تسجل به هوايا في وسط البي سي ديالك، يعني متعدد الاستعمالات. هذا كان غير واحد الانترو خفيف، دابا غندوزو باش تشوفوا معايا شي لعيبات اللي فريمون انا صراحه شخصيا عجبوني. اول حاجه غادي نهضروا عليها العشرين في هذا البلان هذا هو لي مود اللي فيه. الفرق ما بين هاد لي مود هادو كل مود فيه ليميت في التحكم. مثلا المود العادي راه ايزي ساهل، ولكن ما كيعطيكش التحكم اكثر في الصوت يعني بلا ديطاي ولعيبات. وندوزو دابا باش نوريكم هادشي باش مابقاش غير داوي خاوي. المود برو اللي خدام به دابا انا اللي كنسجل به، عندنا اف في ديال ريفيرب وسط البلان، عندنا اف في اخر ديال الديلاي وسط البلان، هادو ما غاديش نستعملهم بزاف صراحه. هاد الميكسر بيان سيغ راه طاكتيل، هادي ماشي طابليط ولا شي حاجه زايده، هادي راه سكرين ديال الميكسر تتبان هنايا، تنقدروا اننا نتحكموا فيه بداك الشيء طاكتيل. مثلا عندي هاد الاي كيو هذا غنتحكم في الصوت ديالي، مثلا نقدر نتحكم هكايا. ايوا عباس الميلودي، ايوا عباس الميلودي، ايوا فهمتوني. راه الاي كيو راه خدامه، عشان انا راه كنسجل داك الشيء لايف وغادي تسجل لكم غالبا. يمكن لي نتحكم من هنا ويمكن لي نتحكم من هنا، مثلا هنا بغيت نزيد شويه في الهاي فريكونسي غالبا نخليهم مزيودين. نقدر نتحكم من هنا غير من هاد البطونات هادو كيسهلوا الخدمه بزاف. انا غادي نحل كيو من هنايا الرق. ايوا عباس، ايوا المهم التحكم صراحه ساهل بزاف. مثلا الا بغيت هاد لي فريكونس انا نسجل فيهم هنايا كدا، بغيت نزيد شويه الباس. ايوا عباس عالم الدبابة انه عالم الدبابة انه عالم رائع جدا. اوكي هادشي راه شرا انا ما مقادوش مزيان، انا راه دابا ما عنديش الوقت وكنصور في هاد الفيديو وبغيت يطلع شي حاجه ما يكونش بيرفكت الصوت 100%، مي المهم راه تحسب كاركتر زوينه ديال الصوت. عندنا هنا الجيت واعر واعر، انا غادي نديزاكتيفي ليه في شوفوا شايطره شتي شحال ديال الصداع. ايوا عباس الميلودي انا عاود رجعت ليه. دابا الصوت كلير، حدايا اصلا صداع وما كيتسمع ما والو، مع العلم انني خدام بهذا المايك هذا. هذا المايك هذا راه كيجبد الصداع، راه ماشي بحال لي مايك ديال البودكاست. هذا المايك هذا راه ماشي سبيسياليتي ديالو البودكاست، ومع ذلك خدام ليا بخير. وباش الصوت ديالك يكون متوازن اكثر في البودكاست، مثلا الا بعدتي من المايك وقربتي، كاين عندنا هنايا كومبريسور. المهم كومبريسور ما غاديش نتعمق فيه بزاف، راه باين الكونسيبت ديال الكومبريسور ديجا عاد قلتو. هذا هو الكونسيبت ديالو. الوغ انا ما بغيتش نقيس هاد لي بارامتر دابا وانا كنسجل اون بوغ، خفت مشيت تقطع لي التسجيل ولا شي لعيبه. وعندنا هنا هاد الاف اللي هو مهم بزاف، هو الديسر. فاش كتقول الحروف ديال اس ولا ش ولا شي حروف بحال هكا، هاد الحروف هادو كتسمعو اغريسيف بزاف في الودن وكيخسروا لنا لا كاليتي ديالنا. الوغ الديسر كيحل هاد المشكل هذا. الوغ الديسر صراحه راه شي حاجه واعره انه يكون في هاد البلان هذا، غادي يعاون لك الخدمه ديالك بزاف.
كيبان ليا صوتي هو كيتحرك هنا باش كنعرف واش صوتي غيساتوري واش ما غيساتوريش. كيبان ليا صوتي الديبل اللي انا غادي بيه واش مزيان ولا لا. هنا ما خاشيت حتى شي مايك هنا. الفوليوم ديال لي مايك تقدر تحكم بهم كاملين. يعني مثلا شي واحد كان تيهضر بشويه تقدر تزيد ليه في صوته. مثلا في بودكاست شي واحد كان تيهضر بشويه تقدر تزيد ليه في الصوت ديال المايك ديالو غير من هنايا. داكشي بسهوله تامه. هنا الا كنتي مبرونشي مثلا الكارسون ديالك مع هذا الميكسر الى اخره كيقدر يكون عندك هنا كنترول ديال الصوت الى اخره. او ثاني لي مونيتور ديالك هنا. او ثاني الا كنتي مبرونشيها مع التليفون ولا باش حتى كاين اوبسيون ديال ان هذا الميكسر هذا كيدوز للتليفون ديالك تسمع منه شي. المهم انا باقي ما متعمقش بزاف في هذا الاوبسيون ديال التليفون. ما قدرتش نعطيكم عليها شي معلومات حيت ما استخدمتهاش صراحه. باش انا في البودكاست ديالك كنبدا نمشي هضر دقه واحده ونضغط الجوقه. بغيتي تسكتش بنادم تقدر تسكتو من هنا. شكيلي كي على هادي غيتقطع عليه الصوت. ولا بغيتي تخلي شي واحد بوحدو الصوت ديالو اللي كيتسمع وما كيدخلش الصوت ديال الاخرين وكذا والتدخلات ديالهم تقدر دير سولو وبقى يدخل. المهم الى اخره كاين تحكم من هنايا اللي هو زوين في هذا الميكسر هذا صراحه. دوز باش ندوي لكم على هاد البلانات هادو شنو كيديروا. مثلا شي واحد في البودكاست ديالك قال شي حاجه ما كتضحكش وانت بغيتي ترجعها كتضحك تقدر تورك على هادي. فين مشيتي تصادف شي في البودكاست ديالك طوطو ولا البي كيخصك تستعمل هاد البطونه بزاف. والله ينعم. هاد الفيديو كان بالتعاون مع ماكي اللي صيفطوا لينا هاد البرودوي هذا دي ايزي كرييتور. اللي بغى يعرف معلومات اكثر على هاد البرودوي هذا راه خليت لكم السميه غير كوبيوه وبقى تقلبوا في يوتيوب يطلعوا لكم بزاف د الفيديوهات. اولا دخلوا ليا في الديسكريبشن. واللي بغى يشوبي هاد البرودوي بغى يعرف الثمن ولا شي حاجه بحال هكا غيلقى حتى هو ليا في الديسكريبشن. هادشي اللي كان في هاد الفيديو هذا. كان معكم كابريم. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بيس. يلا فرح زغرت.